كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نلاحظ في هذه السورة يمكن جمع تعظيمات يمكن أكثر من 12 13 تعظيم 14 تعظيم في السورة؟ في هذه السورة على قصرها؟ على قصرها. ما هي؟ أولا ضمير العظمة في إنا. نعم. المؤكد بإنا. نعم. وأنزلنا واحد ذكر الضمير في أنزلناه لم يذكر الظهر لنباهته. بعدين تعظيم الليلة التي أنزل فيها التي هي خير من ألف شهر. سماها ليلة القدر ما قال ليلة شريفة، فجمع بها القدر ليلة الشرف كلها هي. يعني ما يقدر فيها من الأمور. قال ما أدراك، ما قال ما هي، قال ما ليلة القدر. ثم كرر ليلة القدر ما قال هي خير من ألف شهر، بعدين قال هي قال خير من ألف شهر. وذكر تنزل الملائكة وليس الملائكة فقط والروح، وذلك أيضا بإذن ربهم، يعني استأذنوا ربهم. نعم. ومن كل أمر، ليس بأمر واحد، عموم الأمور. وسلام وسلام هي، فجعلها كلها سلام، وتقدير السلام تقديما. نعم. وحتى مطلع الفجر، يعني ما أدري كلها، يعني ممكن أكثر من 14 مكان للتعظيم فيها، وهي تستحق. اللهم اجعلنا ممن يقوموا ايمانا واحتسابا لله سبحانه وتعالى، ولتكتب لنا ولكل مشاهدينا ومستمعينا الكرام سيد الفاضل. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب.